مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وحيكم انا مصطفى كركساوي، اقدم لحضراتكم الموقف الاخباري. التأم بالقصر الجمهورية الاجتماع التشاوري الثاني بين اللجنة العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو والآلية الثلاثية الميسرة للحوار السودانية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد بمشاركة رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس وممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش ومبعوث الإيجاد إسماعيل أويس. وتناول اللقاء القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل والتوصل إلى توافق لترتيب دولاب الحكم بالبلاد بما يلبي رغبة الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد. تناول اللقاء الذي اتسم بروح إيجابية وبناءة التشاور حول القضايا ذات الصلة بالمحادثات المباشرة المرتقبة بحر الأسبوع القادم بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة لترميم بيت الحكم بما يلبي رغبة الشعب السوداني في التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم محمد أحمد برطم دعمه لتأسيس وتطوير مشروعات الخدمات الأساسية بمحلية مروي. وطلع خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم وفد إدارات وعيان قبيلة الهواوير بمحلية مروي بالولاية الشمالية على مجمل الأوضاع الخدمية والمعيشية بالمحلية لا سيما المناطق الريفية. وأوضح عضو الوفد بابكر العطا أن اللقاء تطرق للنقص الحاد في إمدادات مياه الشرب وخدمات التعليم والصحة والحوجة إلى تخطيط القرى إلى جانب قضايا الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية. المواضيع الحقيقة مهمة في إطار الخدمات الأساسية لحياة الإنسان من صحة وتعليم ومياه شرب وزراعة وتخطيط للقرى وكذلك يعني الاستثمار في المنطقة، كل هذه قضايا مواطن. نحن باسمهم عرضناها على السيد العضو المحترم تفصيليا، سعادته هو وقف عليها بالتفصيل وبنظرة دقيقة جدا وبتوجيه واضح منه إن شاء الله. وعد بأن توضع هذه الأمور إن شاء الله عبر المؤسسات التنفيذية. تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالية الدكتور عبد الباقي عبد القادر اليوم يرافقه وزير التنمية الاجتماعية ووزيراء الثروة الحيوانية والصناعة المكلفان، تفقدوا مدبغة الأمانتونج لدباغة وصناعة الجلود بالخرطوم، ووقفوا على المراحل التصنيعية والمعوقات والمشاكل التي تعترض تطور. وقال عضو مجلس السيادة إن مدبغة الأمانتونج تمثل إحدى صروح السودان العظيمة، وأشار إلى إنشائها في عام 1959 للمساهمة في ترقية وتطوير صناعة الجلود، مبينا أن الصناعات الجلدية من الصناعات القيمة ذات المردود والعائد الاقتصادي، مؤكدا اهتمام الدولة بها وتدليل كل المشكلات التي تواجهها. عقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. واستعرض الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها، وأمن على ضرورة متابعة ملف سد النهضة والعمل على دعم الموقف التفاوضي للسودان بما يراعي المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد. المكلف أحمد عثمان حمزة دعم حكومة الولاية للصلح بين قبيلتي الجمعية والهواوير والعفو عن المحكومين بالإعدام، وأعرب عن تقديره لهذا الصلح الذي سيقود المنطقة إلى استقرار تام يحتاجه الوطن في الوقت الراهن. وتعهد خلال مخاطبته مساء اليوم احتفالات الريف الشمالي بين قبيلة الهواوير والجمعية بمناسبة توقيع الصلح بينهما بالمضي قدما لدعم التعايش السلمي بين كافة القبائل وحل الخلافات، مشيرا إلى أن الخرطوم
مطلوب منها تقديم نموذج للتعايش السلمي يتم تطبيقه في مناطق النزاعات. بدأت صباح اليوم فعاليات ملتقى المراجع الداخلي الثالث الذي نظمته إدارة المراجعة والتفتيش بديوان الزكاة بمشاركة كافة أمناء الزكاة والمراجعين بولايات السودان المختلفة. وقال مدير إدارة التفتيش الإداري بديوان الزكاة سعيد المحي إن الملتقى يأتي في إطار السعي الدؤوب للديوان والخاص بتطوير وترقية كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالعمل الزكوي. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية بالديوان خالد عثمان أكد أهمية قيام مثل هذه الملتقيات التي تسهم في ترقية الأداء فيما يتعلق بالضبط ومراقبة مصارف الزكاة. الأداء للمراجعين وأيضا يأتي لبحث المشكلات التي تواجه العمل الإداري بصفة عامة وعمل الجباية بصفة خاصة في الولايات المختلفة. ولذلك أعدت هذه الأوراق متماشية مع هذه المشكلات ولمعالجة هذه المشكلات. يعني إن شاء الله سوف يخرج بتوصيات مهمة جدا جدا من خلال الأوراق المقدمة من يعني خبرات متراكمة للمراجعين، وهذه التوصيات إن شاء الله سوف نأخذ بها في تفعيلها وحتى نسد الثغرات في كل المحاور، يعني خاصة وأن أموال الزكاة هي أموال كبيرة جدا جدا ومتنوعة في المجال النقدي والمجال العيني ومجال الزروع، وهذه تحتاج لتدريب نوعي في كل المجالات. نهاية الموقف، إلى اللقاء.